الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه ورضي عنهم إلى يوم الدين. أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا البرنامج خير الكلام ومن قناة بينونة. ما أجمل أن ينظر الإنسان إلى نفسه. ويبقى السؤال الذي لابد أن نسأل به أنفسنا: ماذا أنجزنا؟ ما هو الرقم الذي أنجزته في حياتك؟ ما هي الأهداف التي حققتها أنت في دنياك؟ ماذا أنجزت؟ ماذا حققت؟ ماذا استفدت؟ أسئلة كثيرة تدور في مخيلة كل واحد منا حينما يختم له في يومه: ماذا حققت؟ لذلك جميل أن ينظر الإنسان إلى نفسه: أنا أنجزت، أنا فعلت، أنا حققت هدفا وأنجزت هدفا وفعلت كذا وفعلت كذا. يكون له يعني وقت يحاسب فيه نفسه، ثم ينظر إلى حاله. لما أنظر إلى إنجازاتي أعلم أن هناك أسبابا أدت بي إلى أن أكون منجزا. حينما أرى هذا الإنسان هو سعيد في أسرته، أرى هذا الإنسان قد حقق السعادة لبيته، لما أرى هذا الإنسان أوجد إنجازا في بيته، لما أرى هذا الإنسان قد أوجد إنجازا في عمله، لما أرى هذا الإنسان يحقق من إنجاز إلى إنجاز ومن عمل إلى عمل ويرتقي ويفعل، أوقن أن هذا الإنسان موفق، أوقن يقينا أن هذا الإنسان موفق. طيب كيف يوفق؟ ما الذي جعل هذا الإنسان له ذلك التوفيق وأوجد السعادة في بيته في أسرته وفي عمله؟ طبعا هناك أشياء كثيرة جدا، التوفيق من الله يقينا، هو متوكل على الله قد يكون، لربما، لكن هناك كذلك عامل آخر: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هو الوقت. الوقت، عامل الوقت هام جدا في صنع الإنجاز. ولذلك متى كان الإنسان محافظا على وقته كان منجزا، ومتى كان الإنسان مهدرا لوقته كان مغبونا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة قال والفراغ. لذلك يبقى يعني بعض الناس يقول: والله مر علي يوم كامل أنا ما سويت شيء. كيف ما سويت شيء؟ يعقل أن هذا الإنسان في أسبوع كامل لم يحقق إنجاز، أو لم يحقق هدف، أو لم يصنع شيئا؟ إذن هناك خلل في وقت هذا الإنسان، أنه يضيع، أي الوقت هذا يضيع هدرا. الله عز وجل سيحاسبنا. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره وعن شبابه. يعني هذا الوقت الذي أعطاك الله عز وجل، ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ ماذا أنجزت؟ ماذا حققت؟ ماذا فعلت؟ هل كنت من أولئك الذين لهم رقم حققه، سواء كان في ميدان الطاعة أو في ميدان كذلك العمل الدنيوي؟ لذلك يعني كما يعني يثبت عن عمر وغيرهم أنهم يكرهون أن يرون الرجل لا عمل له، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا هو في عمل الآخرة، إنسان ما شاء الله عليه حافظ القرآن، يحفظ القرآن، يفعل شيء فلاني ويطلب العلم، ولا أنه في طلب الدنيا يسعى
في طلب معاشه أو يصنع شيئا أو يحقق شيئا، لا في هذا ولا 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 في هذا. ولذلك نجد أن هذا الدين العظيم أكد علينا أن نعتني بأوقاتنا، أن نعتني بأوقاتنا، وأن ننظر إلى هذا الوقت أنه عامل هام في صنع الإنجاز بحسن التخطيط وحسن تنظيم هذا الوقت وفي مراعاة الأولويات. مراعاة الأولويات للأسف يعني لو نلقي نظرة إلى واقعنا في بيوتنا، نقول أنا ما عندي وقت مع أهلي، ما عندي وقت مع عيالي، مشغول وعندي أعمال، فلان ما أنجزت شيء، فلاني فلانة ما مريت على أرحامك، فلان أنت ما فعلت، والله ما عندي وقت. لو قسم الإنسان وقته لرأى أن هناك وقتا يهدر، ربما كان البعض محسنا في تنظيم وقته، لكن أقول لكم الآن هنا في هدر الوقت. أعطيك مثال واحد كيف تهدر الأوقات. الهاتف، الواتساب، إنستغرام، سناب شات وغيره، كم تجلس معه؟ كم أنت تضع له وقتا في المتابعة؟ والله بعض الناس بالساعات، 6 ساعات وأكثر. طيب وين هذا الوقت؟ كيف صرف هذا الوقت؟ يجلس مع ربعه ويسير ورد، يقول والله أنا ما عندي وقت. طيب من أين لك هذا الوقت الآن؟ تجد بعض الناس في عمله يقولك والله أنا صراحة مضغوط في عملي وما أدري إيش. صح البعض شهادة أنه يحسن ذلك، من الصباح عنده ورقة الإنجاز، الساعة الفلانية، الساعة الفلانية، الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني، في الوقت الفلاني. رجل يخدم دينه، يخدم وطنه. آخر هو يعني مضيع للوقت ومضيع لأوقات الآخرين. قيل وقال وكلام وفعل وما إلى سوى ذلك، أفسد على نفسه وأفسد على الآخرين. مر عليه أسبوع لم يحقق رقما، لم يحقق إنجازا. لذلك لابد علينا أن ننظر إلى هذه النعمة وأن نحسن استغلالها. فمتى نحن قمنا باستغلال هذا الوقت استغلالا مثاليا، رأينا الإنجاز في حياتنا، سواء كان ما يتعلق بالعمل أو سواء كان ما يتعلق بالعمل الصالح أو ما يتعلق في ما يتعلق في علاقة الإنسان مع الآخرين أو في عمله. جميل أن أكون في هذه الحياة سعيدا، وجميل أنني في هذه الحياة أخذ كذلك ما يأخذه الناس من الاستمتاع، ولكن ليس على حساب الوقت الآخر. فاصل ثم نعود إليكم. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد. لو ننظر إلى أو في بعض القصص السابقين أنجزوا، ننظر إلى العلماء الذين كانت لهم تلكم الإنجازات، كيف حققوا هذا الإنجاز؟ لما نرى الأئمة الأربعة، نرى أولئك الذين صنعوا، نرى أولئك الذين كتبوا هذه الكتب الموجودة. شخص هذا السيوطي عنده 200 مؤلف، ابن الجوزي عنده مدري إيش، الذي صنع هذه الإضاءة، هل كان يعني منظم وقته ولا مضيع وقته؟ أديسون ولا الذي صنع هذا الأجهزة، هذه الكاميرا، ولا اخترع هذا هناك تفكير، هناك وقت. ولذلك جاء رجل إلى أحدهم قال قف أكلمك، قال احبس الشمس. ليش يا أخي؟ ما عندي وقت، أنا قاعد أقف على كلام لا فائدة منه. قال أقول الشمس توقف، لأن هذا الكلام ما عندك كلام أنت،
لو عندك كلام فيه فائدة لكنت أستفيد نستفيد، وكذلك نقوم بإنجاز ونحقق شيئا. الوقت يمر، البعض يتعذر قال والله الوقت ما فيه بركة، الوقت فيه بركة، لكن هي الإشكالية في التنظيم. بعض الناس يقول والله صراحة ما أدري كيف الوقت هذا، قلت كيف؟ قال والله يمر علي. كيف مر علي الأسبوع؟ يمر علي أسبوع لأن هناك لا توجد هناك عندي مقومات للعمل، لا يوجد عندي حسن تنظيم، أو أن الوقت يمر علي بدون أن أنظر فيه إلى أسباب إيجاد فقه الأولويات فيضيع علي الوقت. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فضيلة الشيخ، معنا فضيلة المفتي عبد الله محمد حامد المفتي في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياك الله فضيلة المفتي. فضيلة الشيخ حياكم الله الشيخ طالب، الله يجزاكم الله خير على هذه البرامج المفيدة المهمة التي توافون بها المستمعين فيستفيدون منها الكثير، جزاكم الله كل خير وجعلها في ميزان حسناتكم. الله يبارك فضيلة الشيخ. نتكلم عن قضية هامة جدا في حياتنا، هي قضية الوقت. أنا تكلمت في البداية كلمة بسيطة عن أهمية الوقت، وأن الإنجاز إنما يكون كذلك من أسبابه هو حسن تنظيم الوقت، ومتى ضيع الإنسان الوقت لن ينجز شيئا، بل سيضيع وقته وقت الآخرين. فما أهمية الوقت؟ وكيف يعني فضيلة الدكتور، هل كذلك سؤال الثاني، هل يعني البعض يقول أن البركة لا توجد في أوقاتنا، هل هذه العبارة مفادها أن هناك عدم يعني حسن تنظيم الوقت حتى ضيع الإنسان وقته فما شعر ببركته؟ تفضل فضيلة الشيخ. جزاك الله خير، وهذا الموضوع في غاية الأهمية. نحن نرى اليوم أوقات الناس تضيع هدرا من غير أن يستفيدوا منها، والوقت هو ثروة الإنسان، هو رأس مال الإنسان، فإذا ضيعه فقد ضيع كل شيء. والوقت كما قال الحسن البصري هو عبارة عن الإنسان نفسه، إنما أنت أيام، فكل من قضى يوم فقد ذهب منك جزء. معناه أن الإنسان هو عبارة عن هذه الفترة الزمنية ما بين ولادته ووفاته، هذه هي عبارة الإنسان. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الوقت. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشد حرصا على وقته منه على دراهمه ودنانير. وهذا شيء مهم جدا. لماذا؟ لأن الوقت إذا ضاع أو فات لا يعوض. صحيح. المال يعوض، الدراهم ممكن تكتسبها، ممكن تستعيدها، ممكن تقترضها من شخص، ممكن تستعيرها من شخص. أما الوقت فإن ذهب قضاء أنت لن تعوضه أبدا، لن يقرضك أحد وقتا، لن يبيعك أحد وقتا، لن يهبك أحد وقتا، لن يتنازل لك شخص عن وقته فتستفيد من هذا الوقت أبدا. فالوقت هو رأس مال الإنسان، عليه أن يحرص على استثماره. ويكفي في أهمية الوقت أن الله سبحانه وتعالى نبهنا على أهميته، لأن أقسم به، والعظيم لا يقسم إلا بالعظيم. صحيح. تقول سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر إذا ضيع رأس ماله، إذا ضيع ثروته وهي الوقت. العصر هو الوقت. فأقسم به لعظمته وأهميته في حياة الإنسان، وأقسم بذلك على أن الإنسان يخسر إذا لم يستفد من هذا الوقت الثمين الذي هو ثروة قائلة. فالليل والنهار عبارة عن خزانتين، عبارة عن دواليب نخزن فيهما مقتنياتنا الثمينة، سواء كانت من أعمال صالحة، من أعمال مفيدة، من أعمال تنفعنا وتنفع مجتمعنا وتنفع وطننا. الإنسان لا بد أن يوزع وقته توزيعا صحيحا إلى ثلاثة أقسام،
هذه الأقسام الثلاثة لا ينبغي أن يتجاوزها الوقت، إما وقت يخلو فيه بربه يعمل فيه عملا صالحا، عبادة بينه وبين ربه، والأصل أن تكون هذه في الأوقات الخاصة المناسبة، مثل الثلث الأخير من الليل، النصف الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل، حسب حال الإنسان. الوقت الثاني، القسم الثاني، هو الوقت الذي يسعى فيه الإنسان لدرهم معاشه، يسعى فيه لما ينفع نفسه، لما ينفع مجتمعه، ما ينفع وطنه، يسعى فيه لما يساعد فيه الآخرين، يسعى فيه بذلك الذكر الذي سيحيا به الإنسان بعد موته. وإنما المرء حديثا حسنا فكن حديثا حسنا لمن وها، وإنما المرء حديثا بعده فكن حديثا حسنا لمن وها. ولذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا لسان الصدق هو التحدث عما أسلفته أنت في حياتك تحيا به بعد موتك. فإذا استغل الإنسان هذا الزمن استغلالا صحيحا نافعا يبقى ذكره أبدا لا يموت. نحن الحين نرى الحديث عن الشيخ زايد، لماذا؟ لأنه كان يستغل وقته، حتى أنجز وطنا ومجتمعا، أنجز وطنا ومجتمعا وشعبا وسعادة غمرت آفاق الدنيا. صحيح. لماذا؟ لأنه كان يستغل وقته، لم يضيع ولا لحظة واحدة. القسم الثالث من الوقت هو طبعا الإنسان لا بد أن يستريح وقت، يستعيد نشاطه، وقت للاستجمام، لكن هذا الوقت الأخير لا بد أن يكون له ضوابط بحيث لا يكون كسلا، لا يكون استغراقا للوقت في غير طائل، حتى لا يؤدي بالإنسان إلى التخاذل عن العمل، عن المهام المفيدة. نحن كما أشرت آفتنا في عدم تنظيم الوقت. البركة في الوقت، دائما البركة موجودة في الوقت، لكن عدم البركة يكون في عدم استغلال الوقت. صحيح. لو وزعت الوقت على مهامك الصحيحة، على ما يفيدك، على الأقسام الثلاثة التي ذكرنا، كم ستنجز؟ لو نظرنا في حياة السلف قبلنا نجد من عاش 40 سنة، النووي رحمه الله لم يكمل 50، كم مؤلفات، وكل مؤلف كم فيه من جزء، وكل جزء كم من ورقة، متى اكتسب هذه العلوم، ومتى نقحها، ومتى استطاع أن يكتبها؟ كان يستغل وقته، كان ينظم وقته، أوقات العبادة، أوقات زيارة الإخوان، أوقات الجلوس مع الآخرين في الأحاديث النافعة التي استفيد منها ويستفيد منها الآخر، وليست في تلك الأحاديث التي يهدر فيها الوقت من السوالف، من غيبة، من كذب، من نميمة، من أشياء عبث لا طائل من ورائه. فضلت الدكتور، فضلت الشيخ، أمور ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا بد أن نحرص على أوقاتنا ومجالسنا حتى تكون مفيدة لنا ولمجتمعنا وطننا. فضيلة الشيخ، هنا ذكرت مسألة البركة في الوقت. البعض يعني يحاول أن يوجد البركة في الوقت، لكن يتعلل يقول لك من علامات يوم القيامة أن ما في بركة في الوقت، أو أن الوقت يمضي سراعا. أظن فضيلة الشيخ أن هذا الوقت الذي يكون الساعة كاليوم واليوم كالشهر أو الأسبوع، إنما هذا في فترة معينة تأتي، ليس هذا وقتها، وليس المعنى أنه تنزع البركة من الوقت. صحيح. إنما هو كما قالوا تسارع الزمان، معنى تطور الوسائل، ما كنا لا ننجزه إلا في سنة صرنا ننجزه في ساعة واحدة، والآن كيف واحد. وهذه بركة، وهذه بركة. صحيح. وهذه تجعل علينا مسؤولية أكبر. يعني الآن أول كانت الرحلة من منطقة إلى منطقة التي في يوم، الآن في نص في ساعة. كان الإنسان يسافر من مصر إلى المدينة
ليأخذ علما كان يأخذ له شهرا كاملا، كم يأخذ له الحين؟ أي والله ساعات شيخ. هذا هو معنى تسارع الزمان، وهو معنى أنه يصير الشهر كاليوم واليوم كالساعة وهكذا، معناه أنه ما كنا ننجزه. وهذا مصداق الحديث، تطور هذه الوسائل. شوف التكنولوجيا اليوم يمكن أن تطالع مكتبة كاملة على لمسة زر، صحيح، وتستفيد من كل شيء. هذه أمور نحن نريد أن نحمل غيرنا المسؤولية، أن نحمل الوقت أو الزمن المسؤولية. نحن نتحمل مسؤولية هدر هذا الوقت الثمين وإضاعة هذه الأعمار الثمينة التي سنسأل عنها يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. هذا العمر هو الوقت، ولا بد أن نعد جوابا مقنعا صحيحا فيما كان فيماذا كنا نستغل هذا الوقت، من ولاد من بلوغنا، دع ما قبل البلوغ، من بلوغنا إلى مماتنا. هل استفدنا من هذا الوقت؟ هل استفاد منه مجتمعنا؟ هل استفاد منه وطننا؟ هل حققنا إنجازا كبيرا في هذا العالم؟ والله هذا الشيء سبحان الله. الله يجزيك خير. حقيقة كلما كان الإنسان مستغلا لوقته، مراعيا هذا الوقت بهذا التقسيم الرائع الذي ذكرته، أي راعي الإنسان، هنا وقتا لله، هنا وقت لله عز وجل، هنا صلوات، هنا تلاوة قرآن، هنا ذكر الله عز وجل، هذا من حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه فيقوموا له بالطاعة. هنا وقت للعمل، وقت يعني لخدمة وطنه ولخدمة المجتمع، وقت آخر لنفسه، لأبنائه، لزوجه. فلو كان سنظم وقته تنظيما صحيحا لكان منجزا، ولوجد الخير الذي يأمل هو ولأسرته ولمجتمعه. أكيد. لك الشكر فضيلة الشيخ على وجودك وعلى هذه الكلمات، شكرا لك فضيلة الشيخ. جميل أن يحقق الإنسان ذلك. لكن أنا أسأل سؤال، يعني الذي يشتكي هنا أو الذي لم ينجز، هل فكر يوما كيف أستغل هذا الوقت؟ كيف أنا أجعل هذا الوقت وقتا فيه الخير وفيه البركة وفيه الرحمة وفيه الإنجاز؟ لابد أن ينظر الإنسان إلى ذلك الأمر بعناية فائقة. ولذلك إذا أردت أن تكون منجزا محسنا الوقت، لابد أن تقوم بتخطيطه وتنظيمه. هذا أول أمر، لابد أن تنظم وقتك من الصباح إلى المساء، لابد أن يكون هناك تنظيم، ولابد أن يكون هناك تخطيط حتى في العمل. لماذا في العمل ما ينجز في ساعة يترك إلى أن يصبح في يوم أو في يومين؟ لماذا يعني بعض المؤسسات تقوم بتمنع استخدام الهاتف؟ تجد هناك أشخاص يعبثون لا يعملون. والله يا جماعة دولة الإمارات ما وصلت إلى القمة وما وصلت إلى هذا المستوى إلا لأن هناك أناس مخلصين، قيادة مخلصة متفانية، مسؤولين متفانين، يعني يسعون للخير. نجد ذلك الموظف المبادر وذلك تلك الموظفة المبادرة، هناك حرص، حسن التنظيم. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. أنا أقول للمدير والله صرنا في زمن لا تؤجل عمل الساعة إلى الساعة الأخرى، لأن أعمال كثيرة جدا فيحتاج منا إلى أن ننظم. دخلت والله الحمد لله، نحن الآن أنت الآن المفكرة، وكل مؤسسة تطبع هذه المفكرة تضبط لك من الساعة 7 ومن الساعة 8 إلى نهاية الوقت. ضع أمامك رؤوس أقلام يا أخي، إذا كنت تنسى أو إذا كنت مشتت خطط واكتب الساعة الفلانية ماذا تنجز، الساعة الفلانية ماذا تنجز، الساعة الثالثة ماذا تنجز، حتى نهاية اليوم إن جاءتك معاملة أنجزها مباشرة، لا توقفها أو تركنها أو تنشغل بغيرها. إذن حسن التخطيط هام جدا. أنت من الصباح أنت في عمل،
عليك أن تنجز، أنت في العمل عليك أن تخطط، عليك أن تنظم، لا ترضى بيدخل عليك السراق، حرامية سراق الأوقات، من هاتف، من أجهزة، من وسائل التواصل، من عبث. أو واحد يدخل عليك ما عنده شغلة، مخلص شغلته ويدخل عليك، عندك قهوة، عندك كابتشينو، وما عندك حلاوة، ما عندك، ها وين بتسير اليوم؟ إجازة؟ هي والله بسير المكان الفلاني. هي منو معاك؟ وين بتروحون؟ سالفة وعقب سالفة وكلام عقب كلام، وريال هناك معاملات تنتظر، هناك وطن له حق، هناك أناس ينتظرون. ما ذنب ذلك الرجل أن يتأخر، تتأخر أعماله بسببك أنت. فهنا يخطط ولا يرضى بهؤلاء السراق أن يدخلوا عليه. فلان جزاك الله خير، ممكن عقب تعطيني في الوقت الفلاني سولف. أنت هنا منظم، أنت منظم، أنهيت عملك في الوقت الفلاني، تعرف أنت الآن في ساعات معينة تذهب إلى البيت، تذهب إلى مكان يسمونه الجيم، عندك هذه، عندك وقت تذهب إلى هنا إلى صحة البدن، عندك مراجعة في المكان، أنت تعرف عندك جدول. الأهل عندهم وقت، إما تذهب ترتاح تخصص لهم وقت العصر، تخصص لهم وقت المغرب، تخصص لهم وقت العشاء، الوالدين لهم وقت، الزوجة لها وقت، العيال لهم وقت، لربعك مش مشكلة لهم وقت، تخصص وقت معين، مجلس بعد صلاة العصر ساعة، وبعد المغرب ساعة، بعد العشاء ساعة، كلها مع ربع ربع ربع. طيب أبنائك لهم حق، الزوجة لها حق، طيب أين هم من سلم اليوم؟ أين هم من تنظيم الوقت في اليوم؟ أنت الوقت هذا الوقت هذا الوقت هذا الوقت له شيء فلان الشيء فلان الشيء فلان، أنت أنجزت، نظم وقتك. بعد ذلك لابد أن تكون عندك تلك الإرادة القوية، عندك إرادة قوية، مثل هذا الإنسان اللي عنده راتب وما عنده حسن تخطيط، هذا مفلس. أنا أقول لكم يا هذا مفلس، هذا ما عنده شيء، إيه نص الشهر أو قبل نهاية الشهر راتبه ما شاء الله، وما عنده إلا أسرة صغيرة وما عنده شيء. قال والله أنا راتبك، طيب راتبك رقمه الفلاني 30 أقل أكثر، أين هو؟ ما أدري. كيف ما تدري؟ هذه مشكلة، هذا مال يهدر، لابد أن أعرف كيف أخطط لمالي. فإذا أنا أحسنت تنظيم المال كان عندي رصيد لإيش؟ لولمات الحياة ولحاجياتي. لكن أنت في نهاية الشهر ما عندك شيء، تعال تسلف وعليك الديون، هذه مشكلة. كذلك الوقت، فاصل ثم نعود. مرحبا بكم أيها المشاهدون من جديد. كنا نتكلم عن أهمية تنظيم الوقت والإرادة القوية، وضربنا لذلك مثال التخطيط المالي. أنا أعطيك عن 1000 درهم أو 4000 10000 مثلا، أقول لك خلها عندك أو استغلها. إذا ما أحسنت التنظيم ولا التخطيط سيضيع عليك المال، يقينا سيضيع عليك المال. ليش البعض يشتكي؟ والله أنا مش قادر أجمع مال ولا عندي شيء، لأن ما في تخطيط صحيح حقيقة، لأننا نشتري ما لا نحتاجه، البعض منا طبعا، أو يشتري شيء فوق طاقته، أو يشتري شيئا ليس من مستواه فيشتري. يا أخي أنا أتمتع، لا حرج أن تتمتع، ولكن لابد أن ينظر الإنسان إلى المستوى الذي هو فيه. يا أخي تمتع في حياتك، لكن لا تضيع وقتك، لا يكون كل وقتك عبارة عن استمتاع ويضيع عليك الوقت الذي أنفس ما عنيت بحفظه. يا ابن آدم الوقت جزء من حياتك، فلا يضيع عليك حياة، حياتك بضيع عليك بلا إنجاز، بلا عمل، بلا
ما يكون تكون هناك أهداف مرسومة ولا نتائج مرجوة. هذه إشكاليتنا نحن، لماذا هذا الطفل وهذا الابن تأتيه الإجازة تروح عليه الإجازة، ماذا استفاد بلاي ستيشن، ماذا استفاد دخول في الواتساب والإنستغرام والسناب شات والتليجرام والسوالف هذه، شو المحصلة؟ تشويش فكري. ما هي المحصلة؟ ضياع عقل. ما هي المحصلة؟ ما في استفادة، ما في ارتقاء بالذات ولا بالفكر. الوطن يبنى بالمعرفة، يبنى بعمل متقن وبإخلاص. كيف يكون؟ وهنا وقت يهدر، هنا وقت يهدر. إذن لابد من التخطيط. كذلك من الأمور هو فقه الأولويات. فقه الأولويات المقصود فيه أنت ترتب وقتك، هذا عمل ضروري وهذا عمل غير ضروري. طيب ماذا أبدي الآن حتى تنظم وقتك؟ ابدأ بالعمل الضروري ثم بعد ذلك تنظر إلى إيش اللا ضروري. إن قدمت اللا ضروري وبالهامش على اللي هو الأساس ضاع الوقت عليك، فضيعت ما هو الواجب عليك، ضيعت الضروري وضيعت كذلك نفسك. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ حمد، كيف الحال؟ مرحبا الشيخ، الله يبارك فيك. معنا فضيلة الشيخ حمد سالم الكندي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الفجيرة، حياك الله الشيخ. الله يحييك. شيخنا الآن نتكلم نحن عن أهمية الوقت، وعن أن هذا الوقت إن أحسن الإنسان وتنظيمه وأحسن الإنسان وكذلك يعني في حسن ترتيبه والعمل به كان منجزا. حديثنا اليوم عن إنجاز في محيط العمل. هذا الوطن نحن نتكلم عن تحقيق رقم واحد، نتكلم عن أناس يفدون بأرواحهم هذا الوطن، نتكلم عن إيجاد السعادة، نتكلم عن قيادة حريصة على أن ترتفع بهذا الوطن إلى الأعلى، نتكلم ونتفاخر الحمد لله الحمد، ونحمد الله عز وجل أن سخر لنا هذا الوطن وسخر لنا هذه القيادة. فضيلة الشيخ، أحيانا البعض قد يضيع وقته وهو في محيط العمل، في محيط العمل، فهل من كلمة هنا في جانب حسن تنظيم العمل وأن الإنسان محاسب من جهتين في عمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، جانب الوقت في الوظيفة جانب مهم، لأن الوقت في الوظيفة يشغل في حياة الإنسان 8 ساعات تقريبا أو 7 ساعات، ثلث اليوم كله يقضيه الإنسان في عمله، وهذا وقت مهم وثمين. لو يستغل الإنسان كل ثانية يتمر عليه وهو في عمله يرى أن الله سبحانه وتعالى قد يبارك له في أعمال كثيرة في حياته. دائما هناك بعض الأمثال تطلق على أن المرتب في عمله مرتب في سائر يومه وفي جميع أعماله، تراه مرتب في سيارته، تراه مرتب في تقسيم أعماله على أهله، على عياله، على أصحابه، على والديه، فتراه موفق في جميع الأمور. ونقطة الانطلاق مثل ما تفضلت فيه بأن هناك وقت مهم وأهم، وهناك شيء ضروري ولا ضروري. وحقيقة الإنسان يقسم أوقات عمله على مثل هذه الأربع أوقات، ما هو الضروري وما هو الأهم. وفي حياة المسلم العبادة كلها مهمة، صحيح. ونحن نتفق على أن الإنسان إذا خرج إلى عمله فهو في عبادة وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نوى بذلك هذا الأمر. لذلك يبشر الإنسان بالخير وهو جالس في عمله وهو يخدم هذا الأمر. نحن أمرنا بما أمر به داود عليه الصلاة والسلام لما قال الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فكان عمل آل داود من كسب يده. عندما يخرج الموظف إلى عمله ويجلس على مكتبه ويأخذ المعاملات وينتهي من الأمور المكلف بها، ذكر العلماء أن هذا هو كسب اليد الحقيقي، وأن هذا هو الذي يجازى عليه الإنسان بالخير ويحقق
قول الله سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا. أحيانا يضيع الوقت بأمرين، الأمر الأول إما بزائر قد يضيع عليك وقتك ويشغلك عما أنت فيه، ومثل الزائر الموظف الذي ليس عنده شيء مهم قد يضيع وقتك كذلك في مكتبك أو أنت جالس أمام طاولتك. الأمر الثاني باليوم الملاحظ أن هذه الأجهزة الذكية تشغل في كثير من أوقات الإخوة والأخوات الموظفين والموظفات. هذين السلاحين إن أمن الإنسان نفسه منهما فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون على خير عظيم وقدر كبير من الأوقات. لماذا نحن دائما عندما نجلس وناخذ الإنتاجية في جميع أوقاتنا اليومية نرى أن الإنتاجية ساعة أو ساعتين؟ لماذا لا يكون الإنسان هم في أن يكون إنتاجه على الأقل 5 ساعات 6 ساعات، قدم على الأقل شيئا لجميل هذا الوطن الذي يعيش فيه، قدم شيئا لولاة أمره الذين يحرصون بالليل والنهار على راحتك أنت وإخوانك وأهلك وأبنائك. هذا الأمر ينبغي أن يفكر فيه الإنسان، يعمل فيه صحيح. أمره اليوم الحكومة لها وجهة نظر في أن الموظف صغير كان أو كبير ينبغي أن يكون مبدع في عمله، ينبغي أن يكون إنجابي في عمله. كيف الإنسان يكون مبدع؟ بعض علماء الموارد البشرية أو المهتمين بالموارد البشرية يقول لك نحن وصلنا للجيل الرابع، والجيل الرابع اليوم ينبغي أن يكون الموظف ذو أهداف وذو أوزان معينة ينبغي أن يحققها. هذا ما يمكن إلا باغتنام الفرص التي هو صحيح. ليتأمل عند المسؤولية المؤسسية كذلك في هذا الجانب حتى ينجز الإنسان وينظر إلى وقته. بالضبط، أن الإنسان لو فكر في أن غيره جالس في البيت ويتمنى ربع هذا الراتب اللي أنت تحصل عليه، ربعه مش نصفه، ربعه يتمناه على الأقل، وأنت جالس تستلم راتبك ولله الحمد وأنت جالس على مكتبك غير مخاطر بحياتك. حضرت الشيخ، هل نستطيع أن نقول هذه من الخيانة للوطن أو خيانة العمل، أن هذا الإنسان هنا عقد مبرم، أنا بينه وبين هذا العمل في عقد مبرم، العقد المبرم أنا ملزم أن آتي إلى العمل من الساعة 7 فرضا أو 7:30 إلى 2 أو 2:30 مقابل إيش؟ إنجاز عمل وأنا أعطيك أجرة على هذا العمل. أي نعم، العلماء يقولون أن هذا الوقت الذي هو في العمل لا يملكه الإنسان، هو ملك لمؤسسته. فإذا تصرف فيه الإنسان من تلقاء نفسه بتغيب أو تسيب أو تأخير أو أي شيء ينبغي عليه أن يحاسب عليه من قبل من هو مسؤول عنه. ولذلك مثل هذه الأمور يحرص عليها الإنسان، يطعم نفسه طعاما حلالا ولا يؤكل من خلفه طعاما غير حلال. حتى أستاذي يعني هي إشكاليات يعني هي متتابعة في هذا الجانب، يعني هذا الإنسان حينما يؤخر عمل قد يكون تأخير العمل في تأخير كذلك لأشخاص آخرين، معاملات الناس. يعني مثلا يأتي هذا الموظف أو الشخص يأتي عنده معاملة مثلا هو قصر أو أهمل أو سيب أو ما إلى سوى ذلك، الأثر يرجع إلى من؟ إلى ذلك الإنسان. أنا عندي مراجعة مفروض أخلصها خلال نص ساعة، ليش تجلسني من نصف ساعة إلى 3-4 ساعات؟ لماذا المعاملة التي في بيأخذ فكرة عن هذه المؤسسة أنها بالفعل تؤخر الناس وتبطئ أعمالهم ولا تحقق أي إنجاز في أعمال الناس، مع أن الحمد لله يعني نشهد يعني هناك أشخاص حقيقة مبدعين. نعم. ويعني يتفانون في أعمالهم ولله الحمد في هذا الوطن. يعني ولله الحمد هم بكثرة ولله الحمد، ولكن هنا التذكير في هذا الجانب حتى ينظر الإنسان إلى الوقت الذي خصصه هذا الإنسان لعمل مقابل أجر مالي. هناك عقد مبرم بين هذا الإنسان وبين هذه الجهة. هذه الجهة كما أنت تسعى إلى أن تأتي في الوقت الفلاني حتى تبصم وتدخل حتى لا يخصم عليك المال، كذلك هناك الجانب آخر أنك تأتي وتستغل هذا الوقت فيما يعود على هذا العمل بالفائدة وكذلك بالإنجاز. والمشكلة أنه لما ينخصم عليه المال يحس الإنسان بأنه قصر أو أنه يعني قام
سيدرك أنه قد قصر في عمله، وهذه هي المشكلة. يبقى الله يخصم عنك هذا المال، لماذا لا تبذل؟ لماذا لا تستعد؟ لماذا لا تجتهد؟ تسأل الله التوفيق والسداد في أدائك لعملك. هذا من إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، من إحسان الظن بالقائد الذي وضعك في هذا المكان وفي هذا المنصب. صحيح، جزاك الله خير. أقول والله يحفظكم أن استغلال الوقت في الوظيفة من آكد الأعمال اللي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. لا ينسى الإنسان مع جلوسه في وظيفته أن يذكر الله أحيانا، يسبح الله سبحانه وتعالى أحيانا، إن استطاع أنه يصلي صلاة الضحى ركعتين فقط وهو في مجلسه أو في مكانه في مكتبه، هذا خير عظيم. الله سبحانه وتعالى سيبارك لهذا الإنسان من حيث لا يشعر بإذن الله. لعد ما يكون مثل واحد دخلنا عليه ومعامل والمتعاملين موجودين هو ماسك المصحف يقرأ قرآن. لا أنا كلمة أقول له لو سمحت، يقول لي لحظة خلص الصفحة وصفحتين يقراهن. بس هذا هنا بالعكس، هو فرط في واجب من أجل مستحب، وهذا خطأ. صحيح، صادق. يعني فتصلي الضحى تؤجر على ذلك، لكن لا يكون على ذلك على حساب العمل اللي هو الذي هو الواجب. فوقت الاستغفار، وقت التسبيح، وقت صلاة الضحى، وقت الشاي، وقت القهوة، وقت السوالف، لابد أن يكون هناك في وقت معين هو وقت الاستراحة التي تخصص لك، نصف ساعة، ساعة مع صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر هناك وقت معين. هذا الوقت المختزل لأجل راحتك أنت تقوم به، يعود لك بالخير لك ولمؤسستك. صادق، نعم. الله يجزيك، الله يحفظكم ويبارك. الله، شكرا لك شيخ حمد على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذا التذكير الطيب، جزاكم الله خير. هذا هو نحن الآن حينما نتكلم عن هذا الوطن، نتكلم عن ناس مخلصين وناس أنجزوا، لكن كذلك نتمنى أن الجميع يشارك في عملية البناء، أن الجميع يشارك في عملية الارتقاء، أن يكون هذا الوطن في كل مكان له وقعه وله رقمه وله كذلك تميزه. حينما نأتي إلى عمل ونجد ذلك الموظف يستقبلك ابتسامة، ينجز عملك، ماذا تريد؟ والله عندي هذه المعاملة دقائق أنجز لك خلال دقائق، تفضل أخي العزيز هذه المعاملة قد أنجزت. تأتي إلى البعض المعاملة لا تحتاج إلى شيء بسيط جدا، لماذا يعني التعقيد؟ هذا الرجل الذي ينتظر عنده أعمال أخرى، عنده مسؤوليات، هو أتى في هذا اليوم لا يستطيع أن يأتي في اليوم الآخر. لذلك حسن التنظيم هام جدا، واستغلال الوقت هام جدا حتى ينجز الإنسان. يا جماعة، نحن أمام مسؤولية وهذه أمانة، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وهذه أمانة. يسأل الإنسان، ومن علامات الإيمان الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والعمل أمانة، والله عز وجل يحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه، فتنظيم الوقت هو من الإتقان، وهو عملا يحبه المولى سبحانه جل وعلا. وهنا الإخلال في الوقت هي خيانة حقيقية، كون الإنسان يخل بهذا الوقت ويذهب ويأتي، له الأشد من ذلك يعني لا يبالي بمن حوله، يجد هذا الذي ينتظر ويجد لكن لا يبالي بهم، هذه خيانة يحاسب الإنسان عليها، والذي سيحاسبه هو الله سبحانه جل وعلا، الذي يحاسبه هو المولى سبحانه جل وعلا. والله عز وجل أعطاك هذه الوظيفة، احمد الله وكن شاكرا لأنعمه أن هيأ لك هذه الوظيفة، وكن كذلك مؤديا لشكر الآخرين الذين وضعوا لك أو وضعوك في هذا المقام وفي هذه المكانة وفي هذه الوظيفة. إذن نحن تكلمنا عن أمور نحافظ بها على أوقاتنا. قبل الفاصل كنا تكلمنا عن حسن التخطيط، تكلمنا عن الإرادة القوية، هامة جدا الإرادة قوية، لابد أني أنا تكون عندي تلك الإرادة أني أستغل وقتي، هذا وقت الشيء الفلاني. الشيء الثالث، وتكلمنا عن ماذا؟ فقه الأولويات، رتب فقه الأولويات، هنا أسرة وهنا طلع فسحة مع صحبة، لهذا وقت الأسرة لا يضيع،
هنا وقت القراءة لا تضيعها، هنا وقت الاستفادة لا تضيعها، هنا وقت الصلاة لا تضيعها، هنا وقت تلاوة القرآن لا تضيع، هنا وقت الوالدين لا تضيعها، هنا وقت الرحم، هنا وقت كذلك للصحبة، وفي كذلك نهاية الأسبوع تذهب وتأتي، ولكن أحسن استغلال وقتك حتى لا يكون هناك ندم على تضييع الأوقات. كم من شخص والله لو جئت إلى أولئك الذين ما يقول فات عليهم قطار التعليم أو ما ليس وذلك، يتمنون لو أنهم رجعوا درسوا فعلوا حتى يوجدوا إنجازا. لا يسطر التاريخ إلا لمن كان متقنا، لا يسطر التاريخ إلا لمن كان مخلصا. الكلام كثير، لكن عليك أن تستعين بالله عز وجل. ابدأ يومك بذكر الله عز وجل، وسأل الله أن يعينك على حسن استغلال الوقت. يا حي قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أرجع إلى ربك سبحانه جل وعلا، واسأل الله عز وجل من فضله، واسأله أن يعينك على حسن استغلال الوقت، تجد عونا وتوفيقا ورحمة وخيرا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، ونلقاكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.